وفيما يخص الاشغال ديال المركب الرياضي محمد الخامس، الحمد لله هي تتقدم على بوتيره اللي هي ملحوظه واللي هي ممتازه من خلال الزيارات اللي تنقوم بها بشكل يعني اسبوعي واللي كيوقف عليها السيد الوالي شخصيا. الامور يعني غاده في الطريق ديالها. طبعا كيف ما تعلم الجميع بانه احنا مقبلين على التظاهره ديال كاس افريقيا، الاشغال مقرر انها ان شاء الله الرحمن الرحيم تنتهي على ابعد تقدير مارس 2025 ان شاء الله الرحمن الرحيم، وهي كتهم الملعب بجميع المرافق ديالو، لان الامر لا يتعلق فقط بارضيه ديال العشب او بالمدرجات، وانما يتعلق بازاله كافه الاشكالات اللي كانت في المركب الرياضي محمد الخامس، مثلا عدم توفر ديالو على اربع مستودعات ديال الملابس، وبالتالي التاهيل غادي يتم وفق المعايير اللي هي مطلوبه في دفتر التحملات ديال كاف الاتحاد الافريقي وكذلك ديال الاتحاد الدولي، لا على المستوى لي كريتير ديال الكراسي، لا على المستوى ديال الصحافه المنصه ديالها، لا على المستوى ديال الولوج ولي سيباراسيون اللي خصو يكونوا في لي زون ديال اللاعبين وديال واحد العدد ديال الامور، وكذلك بالنسبه للعشب ديالو اللي غادي يتعاود كامل ديالو بلو دريناج ديالو بهذا. حلبه السباق قررنا في لجنه القياده نحافظوا عليها، لان مدينه الدار البيضاء لا تتوفر على حلبه يعني اولمبيه ديال العاب القوى، وبالتالي غيتم الاعاده ديالها بالشكل اللي هو لائق. وكذلك المكتسب انه المسبح يعني اللي كاين تحت المدرجات غيتم التاهيل ديالو وغادي يكون داخل الخدمه ان شاء الله الرحمن الرحيم، والقاعه اللي هي ديال الرياضات، وكذلك متحف الذاكره الرياضيه اللي غادي يخرج كذلك الى حيز الوجود وغتكتمل به الاشغال، وكذلك المسرح اللي هو متواجد يعني بالمركب، ناهيك على قاعه الندوات اللي كان فيها اشكال دائما كيداروا هذوك لي ستون في الخارج ملي كتكون شي تظاهره دوليه ولا هذا، غتكون الان قاعه ديال الندوات كبرى وديال الاستقبال اللي هي قاره. زائد المكتسب الاخر هو اللابياج ديالو الخارجي اللي غادي يكون منسجم ان شاء الله الرحمن الرحيم مع المحيط ديالو. وكيف ما قلت الاشغال اللي هي مقرره غادي تنطلق يعني غادي تنتهي مقرر في ابعد تقدير هو مارس 2025، والتتبع راه ماشي يعني بشكل اسبوعي لهذا التقدم ديال الاشغال. موازاه مع ذلك المركب ديال العربي الزاولي الاشغال فيه يعني قطعت واحد الاشواط اللي هي مهمه، يعني السور ديالو الخارجي تقريبا الاشغال يعني شبه منتهيه، كذلك المرافق الصحيه ديالو اللي كانت يفتقد الى مرافق صحيه بالنسبه للجمهور، عندنا اشكال بسيط اتمنى ان الاخوان انهم يتعاملوا يعني بحس وطني عالي كيف موقع في المركب الرياضي محمد الخامس ديال بعض الجهات اللي هي مستغله بعض المرافق، وبالتالي عمليه الاصلاح تتطلب الاخلاء ديال هذا المرفق هذا. اتمنى انه المعنيين انهم يتفهموا هذه القيمه ديال الوقت، وان الاشغال يعني متوقفه ولا كتباطئ بسبب هذا الاستغلال اللي هو كاين ديال بعض المرافق. مباشره من بعد العربي الزاولي ان شاء الله الرحمن الرحيم ستنطلق العمليه ديال التاهيل ديال بقيه الملاعب اللي هي العربي بن مبارك، ستاد فيليب، اللي هي مولاي رشيد، تيسيما، يعني الملعبين ديال التدارب ديال الرجاء والوداد، كذلك الصخور السوداء ومركب ديال الالفه، وكذلك المركب ديال ابجيكو ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش تكون مدينه الدار البيضاء جاهزه بالمركب الرسمي اللي غادي يحتضن يعني المقابلات الرسميه، وكذلك بالملاعب اللي غادي تحتضن الفعاليات الموازيه من تدارب ديال المنتخبات يعني الوطنيه، وكذلك الفعاليات والتظاهرات اللي غادي تسبق الكاس افريقيا، وغتكون ابان كاس افريقيا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا جد متفائلين بانه يعني مع الشركاء ديالنا، لا السلطات ولا الجامعه ولا يعني الوكاله ديال التجهيزات العامه اللي هي شريكه في هذه العمليه هذه، انه مدينه الدار البيضاء ستكون جاهزه على المستوى البنيه التحتيه الرياضيه بالشكل اللي غادي يخليها في المستوى ديال الحدث الافريقي ان شاء الله الرحمن الرحيم، حتى الحدث العالمي ديال كاس العالم 2030 ان شاء الله الرحمن الرحيم. لا بالنسبه للعمليه ديال التاهيل التغطيه، لانه كاين الاجنده الزمنيه ضاغطه فهي وارده، لكن بعد الحدث الافريقي ان شاء الله الرحمن الرحيم في لجنه القياده اللي تقرر انه تم الدراسه ديالو، لان عمليه ديال التغطيه البنايه هي قديمه تتعود للخمسينات وخصها دراسات معمقه، لان كنا في الاول كنطمحوا الى رفع القدره الاستيعابيه، ولكن هذا رفع القدره الاستيعابيه يقتضي واحد الاشغال اللي هي كتطلب دراسات وكتطلب ميزانيات، واليوم كاس افريقيا كاين واحد الضيق ديال الوقت، خاص الملعب يكون جاهز في واحد الاجل اللي هو بدايه 2025 ان شاء الله الرحمن الرحيم، وبالتالي هذا المسائل هذه يعني بالنسبه للمضاعفه ديال القدره الاستيعابيه ديالو تم الحسم فيها بانها ما غاديش تكون، لانه غيكون الملعب الكبير ديال مدينه الدار البيضاء. بالنسبه للتغطيه ديالو الى ما بعد 2025، لكن بالنسبه للابياج ديالو الخارجي غادي يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم في هذه عمليه التاهيل الجاريه، بما في ذلك الحلبه ديال السباق اللي غادي تكون يعني تجديد ديالها ان شاء الله الرحمن الرحيم.
إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.